جاهزين تبدأوا كمان فيديو؟ خلينا نبدأ يلا. حاب أختصر وأدخل على طول بصلب الموضوع. اليوم الموضوع هو عن كيف إحنا ممكن نتحكم مشاعرنا ونستغلهم لصالحنا. بس قبل ما نبدأ بحتاج أنا إشيين. قبل ما نبلش بدي اوضح شغله. انا ححكي عن المشاعر وراح اشبهها بالمطر. فبناء على هذا الكلام اللي هون خلينا نفترض انه هدول قطرات مطر. هلا لما احنا الدنيا عندنا تمطر عندنا شغلتين ممكن نسويهم عشان نتعامل مع هذا المطر، اما نتجاهله وندافع عن انفسنا او ممكن نسوي شيء ثاني اللي هو احنا نستغله لصالحنا. خلينا نطلع على اول خيار. نفترض هذا هو المطر، خلاص غيرته من قطرات المي صار هيك. هلا لو هيك مطرت واحنا هدول احنا شايفين محلانا، لو هذا المطر وهدول احنا ومطرت علينا واحنا تجاهلناه شو بده يصير؟ اكيد احنا حننئذي، يمكن نغرق. توضيح سريع، بتمنى لاهل السودان كل الخير. انا بهذا الفيديو ما عم بستقصد اي بلد او اي شخص، عم بعطي امثله عشان اوضح الصوره بس، انه احنا نصنع حاجز بيننا وبين المطر عشان نحمي حالنا من المطر. خلينا نرجع نحكي عن المشاعر. زي ما قلنا هنا المشاعر زي المطر، معناته اذا احنا بنتجاهلها حيكون في عنا مشكله كبيره. ليش؟ لانه احنا حنغرق، يعني حيكون في مشاعر كثيره ما حنقدر احنا نستوعبها ونتعامل معها بطريقه صحيحه. ونفس الشيء حيصير لو حاولنا نبني حاجز بيننا وبين المطر، يعني بيننا وبين مشاعرنا. شو الحواجز اللي هي بحياتنا؟ هي طرق التعامل مع المشاعر بطريقه خاطئه، يعني باستخدام اساليب ممكن تكون مضره زي التدخين، زي اي عادات سلبيه ثانيه. هاي تعتبر حواجز. ليش؟ لانها مش الطريقه الصحيحه انه احنا نتعامل فيها مع المطر. الحاجز مش حل والتجاهل مش حل. شو هو الحل الصحيح؟ خليني اوريكم الحل موجود هون. شوفوا هذا نفس المطر اللي احنا كنا بنحكي عنه قبل شوي، بس حنتعامل معه بطريقه مختلفه. حنخليه ينزل من هون. شوفوا زي ما انتم شايفين من هون في اكثر من طريق ممكن ياخذه. 1 2 3 خلينا نروح على اول طريق. المي ممكن تنزل من هون تيجي هون، هذا مولد كهرباء. كل ما تنزل المي كل ما هذا بيتحرك بيولد كهرباء هون، بروح على خزان كهرباء. او ممكن يجي من هون. هون لو دخلت المي، هاي المي احنا ممكن نستخدمها للزراعة. او المي ممكن تنزل من هون نيجي نلحقها، ايه هاي المي للاحتياط. وحتى على فكرة المي بس تخلص من عند المولد ممكن ندخلها على مية الاحتياط. بالاخير مين المستفيد من هاي الصورة كاملة؟ احنا، هدول احنا. نفس المطر بس هيك احنا تعاملنا معاه بطريقه صحيحه. اي شيء كان بيضرنا بالصور الماضيه بس هلا هي صار لمصلحتنا، صار عم بيولد لنا مصادر طاقه، مصادر قوه، مصادر لاشياء احنا ممكن نستفيد منها بحياتنا العاديه. اوكي محمد حلو كتير، بس كيف هذا بينطبق علينا احنا؟ يعني كيف ممكن نستغل هذا المطر بعدين يكون عندنا احنا مصدر للكهرباء ومصدر للزراعه ومصدر للاحتياط؟ نفس الشيء الواحد لما يتعامل مع مشاعره بطريقه صحيحه ممكن يستغل هاي المشاعر ويستخدمها كطاقه. خلينا ناخذ العصبيه مثلا. في ناس لما تعصب بلش تسب، بتبلش تحاول تاذي ناس ثانيين، بتصير تصرفاتها ما إلها داعي وما بتفيدها بالأخير، لا بتفيدها ولا بتفيد غيرها. ولكن في ناس لما تعصب بتلعب رياضة مثلا، العصبية بتصير نوع من البنزين عشان هي تلعب رياضة عشان تنفس هاي الطاقة السلبية. ناس بتستخدم المطر للزراعة، في ناس بتستخدم المطر للاحتياط، ناس بتستخدم المطر للكهرباء. نفس الشيء انتم ممكن تستخدموا هاي مشاعر الغضب لإشي معين، مشاعر السعادة لإشي معين تاني إلى آخره. فانتم شوفوا المشاعر اللي انتم بتحسوا فيها، المشاعر القوية اللي جواتكم، وشو أحسن طريقة عشان انتم بالأخير تستفيدوا منها. في بلدان يمكن ما تحتاج مي للزراعة، في بلدان يمكن ما بتحتاج احتياط، في بلدان يمكن ما تحتاج الكهرباء. هاي الرسمة مجرد مثال، انت بالاخير بتعرف شو احتياجاتك، شو الشغلات اللي ممكن هاي المشاعر انها تفيدك فيها. والطريقة شوفوا انا كيف رسمت هيك، كل بلد فيها طريقة مختلفة، فكل شخص فيه طريقة مختلفة كمان عشان يستفيد من هاي المشاعر. بالأخير القرار بيرجع لكم انتو، وانتو بتعرفوا شو أحسن طريقة، وأكيد أكيد لازم تكون طريقة مفيدة انكم تستغلوا هاي المشاعر اللي داخلة عشان اشي يفيد بالنسبة لكم. زي ما احنا شفنا تجاهل المشاعر أو بناء نوع من الحاجز بينك وبين المشاعر هذا ما حيسبب غير الضرر بالنسبة لك. الفرق انه يمكن الضرر ما يكون فوري بس يمكن يجيك بعد كم يوم، بس زي ما احنا شايفين ان شاء الله باستخدام هاي الطريقة منافعها كتير أكبر من أضرارها. في النهاية بس حبيت اشكر لكم على ردود الافعال الرائعه بفيديو امبارح، كل الكومنتات كانت بتجنن، شكرا كثير لكم. زي ما انتم شفتوا هنا حاولت انا ببعض الرسومات بعض هيك طريقه مختلفه شوي بالشرح، اامل انها تكون مفيده ممتعه كمان بنفس الوقت. اتركوا لي بالكومنت رايكم، اعطوني كمان شغلات انتم حابين تشوفوني اناقشها في المستقبل. ومره ثانيه شكرا كثير لكم، وان شاء الله بشوفكم عن قريب.